ضيوفنا الليلة حجزوا لهم حيز في دراما رمضان. أولهم الدكتور فهد عبد المحسن، وهو دكتور تمثيل دارس لأدوات التمثيلية، يعرف شلون يرسل ذبذبات من الشخصية اللي جسدها لمشاهدينا، نحبه بخيره وبشره. صحيح تميز بأدوار الشر، لكن بالخير دايما نذكره. هالدكتور يشرح الشخصية ويدرس تفاصيل أبعادها عدل، جراح من الطراز الأول، يتقمص الشخصية فيعيش في صراع داخلي معاها لين تتغلب عليه، يهتم بملامح الوجه اللي تتشكل وفق متطلبات الشخصية. تعودنا على طلتها في رمضان لأنها في كل مرة تكون غير، له في قلوبنا مكان وعند مشاهدينا مكان في القلب. هالسنة دكتور فهد عبد المحسن حاضر بدراما رمضان من خلال مشاركته في مسلسل كأن شيئا لم يكن. راح نتعرف على الشخصية اللي جسدها، لكن قبل كل شيء خلوني أرحب بضيفي وضيفكم الفنان شهاب حاجية، اللي ما يغيب عن الشاشة خصوصا في رمضان لأن عارف جمهوره قاعد وناطره. هالفنان فنان بدواره، يعرف يختار الدور اللي يناسبه. تبونه تراجيدي موجود، تبونه كوميدي هم بعد موجود. هالميزة خلتها في الدراما جوكر وورقة رابحة. شهاب حاجية مثل مع الكل من بداياته، لما صعد خشبة المسرح اهتزت من تحته لتعلن عن ولادة نجم جديد على الساحة الفنية، ومن يومها شهاب حاجية يسابق النجاح والشهرة، يتسلق سلم النجاح سلمة لين قدر يوصل. هالسنة شهاب حاجية اختار أن تكون له مشاركة مميزة في مسلسل سواها البخت، هذا بالإضافة إلى جانب مشاركته مع أخوه الدكتور فهد العبد المحسن في كأن شيئا لم يكن. جمعتهم مشاهد المسلسل، وإحنا بعد جمعناهم مع بعض في استوديو سراي. الفنان الدكتور فهد عبد المحسن والفنان شهاب حاجية، حياكم الله معانا الليلة في سراي. حيا الله من يانا ونور مكاننا دكتور فهد عبد المحسن، مسيك بالخير ومبارك عليك الشهر. الله يحييكم ومبارك عليكم الشهر، ومشكورين على هالاستضافة اللي الله. طبعا عودتونا عليها، ان دائما العدالة مهتمة بأعمال رمضان ومتابعتها، ويعني تستاهلون. الله يسلمك. تستاهلون اكيد. مبارك عليك الشهر الفنان الغدير شهاب حاجية، حياك الله معنا. علينا وعليك، ومبارك عليكم الشهر. علينا وعليك، وتعودون ان شاء الله كل سنة بصحة وعافية. امين ويا رب. والله يبعد عنا هذا الوباء. امين. ونستانس ونرتاح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وانا ولد هالقناة يعني ما يحتاج مكان مكانك. الله يحفظك. يا هلا ومرحبا فيكم. خلينا نتكلم شوي عن اجواء رمضان، بما ان رمضان هالسنة شوي ما في غبقات، ما عشنا قريش، والقرقعان بعد راحت عليها السنة. فشلون شايفين رمضان؟ شنو اجواءكم هالثلاث ايام الاولى؟ تفضل دكتور. والله رمضان هالسنة محفوف، يعني وايد ملموم، يعني مثل ما قلت ما في اليمعات، ما في الدواوين اللي يعني تعودنا عليها. صار عندنا ربع يدد بعد يمكن بالبيت العائلة. علمتهم على الجنجفة وكذي. طبعا على الجنجفة على كل، يعني صار نادي صيفي بالبيت. فهي يعني فيها صراحة وايد إيجابيات، وايد أشياء يمكن الواحد بدأ يوقف ويراجع أفكاره ويراجع نمط حياته كله بشكل عام. صار في لايف ستايل جديد وايد حلو، يعني اليمعة والحميمية هذه اللي صارت بسبب الظرف اللي الله إن شاء الله يعني بهالأيام الفضيلة إن شاء الله نسمع أخبار خير. آمين إن شاء الله. وإن تزول هالغمة. صارت ألفة، وصار في يعني مثل ما بعضهم قاموا يكتبون أنا توني أتعرف على عائلتي، على البيت وعلى العائلة. صحيح. أبو عزيز شلون أجواء رمضان معك؟ أنا والله غير، أنا كل سنة صار لي تقريبا 17 سنة بالليل بروبات مسرح، والظهر أيام دورة رمضان، يعني رمضان كان بالنسبة لي نشاط فيه. نشاط سواء كان بالنهار او مثلا بالليل. الحين لا اتغير عندي. على قولتهم يقول فيه سلبيات وفي ايجابيات. شنو الايجابيات؟ الايجابيات انك تقعد مع عيالك وتسولف لهم، ومن كثر ما تسولف يحسون انك تقعد تكذب. يعني احنا قبل نسوي كذي ويدرون انه بس ذبحنا بالسالفه. خلصت سوالف تقليب بلش. السلبيات انه مثلا بدت الاعصاب تشتد.
اي يعني خاصه اللي مو متعود مثلا يقعد بالبيت وايد اعصابك بدات تشتد، تشوف اشياء غريبه تصير بالبيت مثلا قبل ما تلحق يعني ما في ازعاج مثلا تروح وقت معين بعضهم نايم الحين لا الكل قاعد ما تركز. اي ما شاء الله عندي حفيد انا بعد ما اخذ ما شاء الله ماخذ قلبي ماخذ البيت هذا في اعصاب شويه بس يعني الواحد لازم بس يعني تأقلموا الناس تأقلموا إيه. والواحد يعني قابل انه يتعود على الشيء الجديد. والله انا مو قابل لا والله كلش انا مليت والله طقت لا لا لازم تصير ايجابي يعني وتتفائل اتمشى بساعات بالفريج الف لفتين ثلاث اي مخالف يعني انا بالفريج من البيت هذا قبل الحظر لا بالحظر لا حد يسمعنا ماكو احد يعني شويه تنفس صح أيه. يمكن انتم كفنانين اعتقد في رمضان كنتوا دائما ما بين البروفات والتصوير اول لما كان يقول لنا مثل عندك لقاء ولا شيء يعني معود لا خلق مالك خلق ها الحين لقاء وين نطلع ندور الشارع ندور الطلعه اي والله ندور مش مهوى يا ابن الحجه محكور اي شيء عقال باللبسه ما في جاشه نوم وقاعد بالبيت فرق معاكم في يعني رمضان هم انتم كفنانين تقضونه في البروفات وكذي يمكن دكتور انت بعيد عن شوي المسرح صدف معاك رمضان ان انت تكون في التصوير ما زلت في التصوير واجواء التصوير صادف السنه كنت انا بلوكيشن تصوير ووقفنا بشهر ثلاثة طبعا على الظرف اللي صار بس من سنتين ايضا كان عندي بروفات البيدار كنت ويا ابو بدر الله يذكره بالخير مسي عليه بالخير مسرحية البيدار مثل ما قلت يعني دائما ما قبل رمضان وأول أيام رمضان أو بأيام رمضان يصير فيها شغل وكذا صحيح. الحين لا يعني صار نمط جديد الحياة صارت غير يعني صار فيها يمكن فعاليات جديدة صار فيها أجواء مختلفة يعني اللي كان يحس أن البيت عنده فندق يدش ويطلع صار لا يعني صار مقيم مثل ما يقول قاعد بجابة نوم 24 ساعة مجابل نفس الويوه نفس هذا لكن مثل ما قلنا يعني أنا مساء يمكن أسولف ويا الشاب العلاقة اللي بالبيت صارت والربع اللي صاروا يعني اليدد اللي وياي مثل بناتي أنا مسي عليهم بالخير صار كل يعني قمنا نشوف حتى مواهبهم يعني عندي شهد بسم الله عليها شاطرة وايد بالتصميم قمنا نشوف شغلها دلال طباخة ما شاء الله مطلوبة برمضان طبعا مطلوبة اي فاطمة نفس الشيء يعني ما شاء الله آية دائما تغلبني في كل الألعاب محمد والبلاي ستيشن اكتشف مواهبهم هذا غير الوقت اللي انا حاطه حق مثلا الرياضة حاطه حق يعني شغل اللي اقراه احيانا فصار فيه نظام لا إرادي يعني الواحد مختلف. ما رتبه ولا حسب الأحساب صح. لكن ترتبت الحياة سبحان الله عشان كذا يقول الواحد محكوم بالأمل دائما طبعاً والأمل هو اللي يخلي الإنسان متفائل طبعاً وينطر يعني ساعة الفرحة إن شاء الله اللي تعم وإن البشرية كلها إن شاء الله تخلص من هالغمة وهالظرف اللي هو يعني يعتبر جديد يعني صحيح. حتى بإذن الله إن شاء حتى الله. يمكن الناس اللي الآن بالصفوف الأمامية نحييهم أي والله طيب. هذا هم لود عليهم العافية. كبير طبعا. صراحة يعطيهم العافية وهم الجنود الفعليين اللي اليوم احنا هم الدرع لنا يعني طبعا. صار طبعا. فإن شاء الله يعني شوف تباشير يعني. خير إن شاء الله ما نعيد إلا بدون كورونا إن شاء الله إن شاء الله أنا أقوم الصبح أول ما أقوم أطالع اللي قدامي اليوم كم العدد؟ أول ما إيه والله كلنا قاعد نحاتك اليوم هالكثر في أحد ميت مثلاً قال ثلاثة ولا اثنين ولا شافوا إيش كثر كذي هذا صار السؤال عاد أنت شخص مبتسم يعني ما يلوق عليك هالسلبية في الحياة ما في بس الوضع يحكمك يعني خاصة إنسان يعني مثلي أنا ما أقعد ايه ما اقعد بالبيت يعني والله بس يعني اللهم حرج فما ايه ما توزك هالقعده يعني ربع الفندق ايه ندور ندور اي شيء نطلع ايه الجمعيه صار افنيوز بالضبط ايه الجمعيه نتسوق تمشي كل يوم يقول كل يوم اروح وطالع هذا وين مصنوع ومتى ينتهي تفنن المهم تبي وقتك بس لو عندي بيت لعبه الجكار وهذه مكتسحه انا الجكار وهذه تيل وما شنو ذبحه ليس يمكن ليل فير أيوة. إذن دكتور يمكن نبي نرجع الحين ندش بمواضيع المسلسل كأن شيء لم يكن شاركتوا فيه شراكة جميلة جدا لكن في شيء يستفزكم في المسلسل
والله شوفي بالنسبة لي أنا من القراءة الأولى يعني المسلسل أول شيء في حقبتين، في حقبة يمكن كلنا عشناها وايد حلوة اللي هي التسعينيات صحيح بكل تفاصيلها. نعم. يعني خلينا نقول 23 22 سنة ليل 2019 يمكن 2020. نعم. فهذا يعني يمكن إذا بشبه مثل الشريط لأي واحد فينا لأي إنسان. نعم. يشوفه مر خلال هالعشرين سنة. نعم. صار فيها يعني إحنا أحيانا لما نقعد مع بعض نقول والله من 2010 أو من 2001 للحين صحيح. تقريبا 20 سنة صار كذا صار، ففي محطات وفي مواقف معينة عليها. صراحة إيه، وبالنهاية قاعد تطلع الكاركترات يعني، والشيء اللي يستفز إن العلاقة ما بين الشخصيات ما هي العلاقة اللي هي دائما نسميها إحنا يمكن بالدراما إن الحياة وردية. صحيح. لا مو دائما الحياة وردية طبعا. دائما في مثل حال الدنيا احنا نقول حال الدراما او العمل الواقعي في الدراما دائما صورة او انعكاس للواقع للحياة الواقعية. فبالفعل كان في علاقات يعني حتى ضمن الاسرة، ويمكن انا دوري شوي اللي هو يعني مو بس استفزني عن الدور. أنا بنتكلم عن الدور وبيستفز يمكن حتى الجمهور أنا ويا أخوي يعني بالمناسبة. إحنا بنتكلم عنه وعن تعاونكم في هذا المسلسل، إيش معنى أبو عزيز كأن شيء لم يكن؟ أنا شوفي أول كنت كله كوميديا، صار لي أربع سنين ثلاث خمس سنين دشيت شوية بخط الدراما والتراجيديا، ودريت بهالمسلسل ان اخوي بالعمل الدكتور فهد عبد المحسن. ففي ناس ما تدري يعني، في ناس وايد تسالني انت شلون تاقلمت مع الدكتور وصار بينك وبينه كاريزما، وبمعنى ان طاحت الميانه حتى ترى ساعات لما حتى دورك يحكم انه مثل اخوك ولا ابوك ولا زوجتك، بس في ساعات يصير ها اخاف اقط كلمه ولا شيء يضايق الفنان قدامي. دكتور فهد عبد المحسن اول مره اقول معلومه، ولد منطقتنا وكان معاي بالمدرسة مع أن أنا أكبر منه بالسن، بس كان معاي بصفي ودارت الأيام. شوفي كثر كم سنة من أيام الثانوية ما شفته وما واجهته إلا بالعمل، وهذا هو الدكتور. صدفة حلوة. وهذا هو الدكتور نفسه اللي شوفه قبل، وكان ترى بالعكس يمكن الحين شوية أنا أقول له الجملة هذه، أقول له بالمدرسة كنت عاجل يعني من الشباب الشطار اللي قاعد اول عاجل اول سطر. لا لا مو قصدي يعني عاجل، لا لا هو يقصد يعني ما كان متوقع انه ممكن، لا لا كان من الشباب اللي قاعدون اول سطر اللي بالمدرسه، هذول اللي نسميهم احنا شنو الشطار بقلبين يحفظ، وهذا كان شاطر ما شاء الله عليه. وانا صراحه يوم شفته اول مره وعرفت انه ما شاء الله عليه دكتور، توقعت انه في يوم من الايام انه اشوفه بهالمنصب وما شاء الله اعلى. فبيني وبينه في كاريزما يعني، في ميانه بيني وبينه في انسجام وفي كيمياء يعني، حتى لما نحضر حق المشهد يذكر نقعد نتمرن فاهمين يعني بعض وايد في تلقائيه وعفويه انه يطلع المشهد وايد عفوي. اخاف الحين انت ضايق عشان قلت لك كان عاجل. لا 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 كان يحفظ كان يحفظ ما شاء الله، انا اكثر منه دائما انا قاعد ورا اخر شيء على الكساله. اي هو لا وهو معيد كان هو مين قال انا اكبر منه ومعاه بنفس الصف بس مو وايد سنه واحده. لا زين بس كان يكشخ صك بزرار وبنطلونه نادي 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 يبا احنا بالمدرسه لا غلطان هو نفس الفريق المنطقه يعني. والنعم فيكم الله يحفظك. والنعم بحالك. زين كنا بنتكلم عن علاقتك مع سلطان في المسلسل، انت قلت انه في شوي تفاهم وحسيت ان الوضع سلس. شوفي اول شيء الشخصيه ما كانت مكتوبه بالطريقه هذه، فقعدنا مع المنتج وجه له تحيه استاذ رزاق الموسوي وخورة كان الموسوي ومع المخرج والكاتبه اللي هي سحاب. الشخصيه كانت تختلف شويه من نوع اللي هو كان شخص متدين وايد، فانا قعدت حتى مع الدكتور تناقشنا ما يصير شخص متدين يسوي الاشياء هذه، هو مسيطر على اخوه ومسيطر على بيت اخوه، يتحكم مثل ما يقول بعائله اخوه وبيته فالت. يعني مسوي قدام اخوه انه هو الامر والناهي وانه هو يفهم كل شيء ويخطط لخو العود. لخو العود اخو العود وهو يطيعه، اي شيء يقول له لا يقول له روح طق زوجتك يروح يطقها. عدل. حتى في مشهد اليوم ما ادري امس طلع انا اقول اللي يقول انت قلت لي طقها،
قلت لك انا مطقها طراق طراقين مو كاسر عليها هالطاوله. فاول مره اسويه صراحه يعني الشخصيه هذه، ولي قدام راح تشوفون اشياء ثانيه ما ابي انا اتكلم عنها. اي والله اكيد دكتور سلطان هذه الشخصيه اللي اكيد الناس يمكن شوي راح ياخذون موقف مع تعودت انا مع سلطان طبعا خصوصا في الاعمال الاخيره. ايش معنى الشخصيه ماخذها الدور اللي شوي يكون عنيف شوي مع اسرته شوي شري اكشر 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 مثل ما يقولون ايش معنى هو؟ شوفه يعني اذا نبي نفسر او انا كممثل شلون اشوف الحاله اللي يعيشها سلطان والسلوك اللي في محيطه الخاص لا. في عائلته وكذا، هو شخص حبيس افكار معينه عادل. مثل اي انسان، فافكاره احياء يعني وايد من الناس احيانا افكاره توديه بداهيه مثل ما يقولون او توديه الى الهاويه اوكي، بالإضافة إلى أن في عنده خصال يعني مذمومة يعني مثل الأنانية، أناني وايد، يحب نفسه يحب سعادته يحب وناسته، يبي يعني يكون إنسان محافظ بالبيت وهو برا يعني شوية فري أو حر أكثر، يبي يمشي زوجته وبنته على شيء هو أصلا ما يمشي عليه. في الشخصية فيها وايد تناقضات وايد يعني مركبة احنا نسميها او انها يعني خشنة، وايد خشن وايد عنيف، وهذا مثل ما قلنا ان الحياة مو دايما وردية صحيح. مو دايما تمشي بالهدوء واللي هو الشيء الرومانس مال القصص اكيد في في واقع شخوص ثاني طبعا في اي رومانس بعد المشهد اللي شفته امس قاعد تدلك ريلك اي بالضبط وتغسل لا وشنو قومي يسوي لي مي حار ايوه والله حتى في ناس يقولون ايش دعوه في ريال بعد زوجته قومي حطي لي مي حار قلت وري هاي القبل ذبحته قبل هو هذه فكره سلطان هذه افكاره بالنسبه للمراه بالشكل هذا اعتقادات خاصه في فكره يعني مثل بين قصرين اللي هو السيد وكذا شيء من هالقبيل يعني نعم اكيد. زين احنا نبي نشوف الادوار المركبه اللي قدمتها من قبل والادوار الشريره خلينا نقول عنها ونرجع عندنا سؤالك نشوف. تميز الفنان الدكتور فهد العبد المحسن بتجسيده للأدوار الشريرة، يستحضر حالة الشر لأنه متمكن من أدواته، سمات الشخصية وأبعادها مدروسة. دكتور فهد جعل الشخصية الشريرة تخرج عن نمطيتها على مستوى الشكل والمضمون. هو عضيبان في لا موسيقى في الأحمدي، قلول وما تأخذ عثمان يبا، هو خليفة في موضي قطعة من ذهب، لا تصير أنت والزمن عليها، هو عبد العزيز في هم نوايا. في كل شخصية شريرة يجسدها يضيف فهد عبد المحسن إضافاته ونكهته الخاصة فيه، فمن المستحيل نشوف تشابه ما بين شخصية وأخرى، وهذه هي المعادلة الصعبة اللي يلعب عليها هالفنان في اختيار أدواره. سؤالي لك يا دكتور، يا ترى ايش كثر الشخصية الشريرة أثرت على حياتك الشخصية وشنو صعوبات تجسيد هالنوع من الأدوار، وهل ممكن نشوف فهد العبد المحسن في الأدوار الرومانسية؟ هذا سؤالي وانتظر منك الإجابة. هذا سؤالنا بالتقرير. يعني هو كتأثير الحمد لله ما في تأثير، لكن وقت الشغل وقت اللوكيشن وهذا أكيد في التحضير أو اللي هو أن الشخص يهيئ نفسه أكيد. لأن أنا بالحياة أكيد ماني كذي ولا لي علاقة يعني وايد أنا هذي فماكو أي تأثير، أكيد ماكو أي تأثير، يعني هو مجرد انتهاء العمل خلاص أكيد راح نطلع من سلطان ونطلع من خليفة ونطلع من ولد عضيبان اللي هو لا موسيقى في الأحمدي. لكن الصعوبة صراحة في أن الواحد يعني شلون يقدر يكون مقنع صحيح. الأدوار هذه بصراحة ما يتقبلها المشاهد، المشاهد اليوم ذكي طبعا، فهي يعني ما ادري ايش اسمها، شلون تتقمص الشخصيه بالضبط توصل للمشاهد بالذات الشخصيه اللي هي دبل فيس او اللي هو مركب. نعم يعني لما نقعد مع اخوه تشوفينه يعني قاعد مع اخوه يحترمه ويقدره ويقول له انت الراس العود وانت كذا، لكن لما يدش البيت سبحان الله شخص يصير ثاني. يعني صح.
وايد عنيف، وايد ظالم، وايد قاسي، وايد يعني مسيطر ومتحكم ويبي الأمور كلها تمشي مثل ما يعني مثل ما هو يشوفها. فهي مجرد ما يخلص العمل وكأنه شيئا لم يكن. أكيد يعني إذا ممكن نشوفك بأدوار رومانسية يعني في نوايا هم نوايا الثاني بين شوي بس رومانسي بس كان شخصيتين شوي نوايا اثنين كان يعني ما بين الرومانس وما بين هم شخصية يعني كانت حالة من الاكتئاب خفيف دخل شدة فيها لأنه يعني اصطدم بالواقع وكان رجل إصلاحي وكذا فحاشته يعني حالة أو درجة من درجات الاكتئاب ولكن كعلاقة كان لا بالعكس عاطفي ونشوفه يعني حريص على بيته وعلى مرته ويعني يبي عائلة ويبي ولد ويعني ما أدري بس هو الخط هذا يمكن الناس تعتبره مستفز وكذا أنا استهويني يعني وايد أحب أكون أكيد فيه. وأعتقد نجاح الدور نفسه وتقمصك لهذا الدور يبين من ردة فعل الناس لو كان ماشي يعني الدور ماشي مرور الكرام مثل ما يقولون أو ما أثر في الناس ما لقيته ناجح دام أنهم قاعد يستفزهم قاعدين تكون عندهم إيه عندهم ردة فعل فيها أكيد هو ناجح وايد وايد في ناس يعني مصدقين لدرجة إنه دكتورة يعني بسألك سؤال أنا بعض الفنانين حتى بعد انتهاء من المسلسل أو من الشخصية اللي مقدمها بالعمل ما زال يعيشها أنا واحد من الناس عشت يمكن أسبوع 10 أيام بشخصية بطان اللي مع التندين اللي كنت أحك دائماً أحك لأنه إنسان ما كان يسبح فأحك المسلسل خلص وأنا ما زلت بالبيت أحك تعود أروح الديوانية أحك هو تعود صدق فيه ترى في ناس يعيشون الشخصية هذه هو شوف يعني حتى لو يعيش هو بالأخير هذا تكنيك الواحد يستخدمه الممثل زين فترة الشغل أي تفصل أي يعني اللي هي اللزمة هذه اللزمة أي أوكي لكن يفترض أن فيه حد فاصل يعني يقدر يفصل يطلع من الموضوع إيه أعتقد يعتمد على الفنان نفسه إذا كانت عنده القدرة أنه هو فعلا يفصل بمدة زمنية قصيرة أو في مدة زمنية طويلة فنانات لحين عايشين الدور أنه مثلا حبيب وأنه هو مثلا مليونير والله في أنا أعرفهم ما زالوا عايشين الدور هذا لا إحنا إذا بتكلم عن حالة الاحترافية يعني كممثل محترف يعني ليش أنت قاعد تشوف أكو ناس يصور أو يشتغل في السينما عنده فيلم في نفس الوقت وعنده مسلسل وعنده بالضبط. يمكن هو فاصل ما بينهم اللي يطلع بينه يعني. فأكثر أكثر من كاركتر بالضبط. في نفس الوقت قاعد يشتغلهم وهذا يعني تحتاج مثل ما قلنا إنه حرفية واستعداد وايد أما إنه يتأثر صحيح. ويمشي بالحياة مثل الكاركتر اللي قاعد يسوي هذا شو اسمه ياخذ له وقت ابو عزيز يمكن انت قبل شوي تكلمت طبيبة اي عدل ابو عزيز يمكن يعني ذكرت قبل شوي ان انت انتقلت في اخر 4 سنين او 3 سنين من الكوميديا الى الدراما والتراجيديا شو اللي خلاك ان انت تنتقل للدراما هل ما راح نشوف ابو عزيز مره ثانيه في الاكاديمي الدرب الكوميدي والله شوفي انا قم ساعه كنا نسولف انا والدكتور نفس الموضوع بالسياره احنا جايين ما في كتاب كوميديا صح تبي نص الكوميديا نبي نص يخدمك صح. اوكي انت كوميدي صح المخرج ولا المنتج يبي منك تطلع ابداعك بس انت ما يخاف بالنهايه انت عطني شيء عطني اساس امشي عليه افرش لي خل انا اطلع ابداعي على انت كاتبه لكن انت تجيب لي مثلا ورق والورق هذا مكتوب فيه اي شيء يعني ما يصير انا صح. ألف مسرح ولا مسلسل قاعد نتكلم عن لأنه يفرق الكتاب إذا كان يكتب حق مسرح ولا يكتب لا لا مسرح خليه صوب إحنا إحنا نتكلم على التلفزيون دراما. دراما. ما يصير أطلع مليق صراحة ألف أنا أضحك على أي شيء ما يصير ما يعتمد على الارتجال حتى لو أنت مثلا ترتجل بس يبي بيسك لازم في أساس أمشي عليه صح ما يصير أبو عزيز بعدين بدع بالتراجيدي بالدراما وايد عفوي وايد صح. حلو صح شفنا شيء خصلة بصراحة ما كنا شايفينها إحنا دائما متعدين عليه إنه هو فعلا في الكوميديا وحتى في إن كان في المسرح أو حتى في الدراما هذا خط حلو بس ما ممكن أنت ترجع له مرة ثانية أرجع له بس إذا في شيء حلو مكتوب بس أنا حبيت ترى على فكرة تراجيديا وحبيت الدراما بالنسبة لي والله يعني ممكن أحد يفهمه معنى ثاني صار عندي أسهل من الكوميديا الكوميديا ترى صعبة ضحكك بالضبط طبعا وحلو التغيير بعدين انه ما يكون على يعني في قالب واحد طبعا هذا هو الفنان طبعا انه وين ما يكون مثل الجوكر اي شخصيه ممكن انها تركب عليه او يقدر انه يتقمصها بالضبط. ويوصلها حق الساده المشاهدين راح نكمل حوارنا معاكم وحديثنا بس بنطلع فاصل ونرجع
ورجعنا معاكم متواصلين مع ضيوفنا في الاستديو الدكتور فهد عبد المحسن وابو عزيز شهاب حاجية. يمكن قبل شوي كنا قاعد نتكلم عن المسلسل كأنه شيء لم يكن، وذكرت دكتور عن شخصية سلطان والمشاهد الموجودة في هذا المسلسل اللي ممكن فعلا الناس شوي راح تاخذ ردود افعال عن هذه المشاهد، منها مثل ما ذكرت قبل شوي انك تكون السيد في البيت وشون زوجتك تتعامل معك في البيت، شلون انت حتى تعاملها. احنا ودنا نشوف مشهد من الحلقات اللي انعرضت ونرجع نكمل حديثنا، خلينا نشوفهم. اقول لك ترى باكر بينا ريال يخطب بنتك وانا ما عندي مانع، ابي حكي زايد ودندره انا موافق. اي بس يا ابو راشد البنيه من حقها تختار، ترى هي اللي بتعيش معاه مو انت. انا اخذ رايها الدحله، ريال طول وعرض اشاور بنت ما لها جيمه ينيتين تين. اي بس يا ابو راشد البنيه تاذت معانا طول السنين اللي طافت، خلها بهالشيء تختار اللي تبي. هي اللي تأذت ولا أنا اللي تأذيت من تصرفاتها؟ ترى ما حد مفشلني كثر بنتك. حمدي ربك لقينا ضيال ياخذها ولا كان بتطيح بجبودنا. ليش قلبك قاسي كذي يا ابو راشد؟ إذا أنت بتفتك منها أنا لا. دكتور يمكن مثل هذه نوع من الشخصيات والتعامل مع زوجته هل ممكن فعلا نشوفها بالواقع؟ والله انا اعتقد ان بلا اكيد اكيد في بالواقع. بعدين احنا ما ننسى ان هذا عمل فني، العمل الفني يعني يحتاج شويه اثاره، يحتاج يعني مبالغة. ما يسمونه السسبنس، لازم يصير يعني ما يمر المشهد وايد مطفي او وايد يعني دم، اوكي أدم. فيحتاج ان يعني حتى المبالغه احيانا في الدراما مطلوبه، لو كانت شويه اوفر عن الواقع مطلوبه ويتقبلها صحيح. المشاهد يعني لعبه هي بالاخير الدراما صحيح. ما بين المتلقي والمنتج الفني يعني عادل. ما اعتقد يعني بي يوم او بي احد يقول مثلا مشهد من هالنوع هذا لا خيالي او مو موجود، لا موجود كذي، موجود اكثر يمكن. صحيح ابو عزيز موجود انا مساء قاعد اتناقش بالبريك انا مع شو اسمه نسيت نورة. نفس الموضوع، اذا كان بالطيب مثلا بالحب بالود، لكن الحين بالزمن هذا ماكو شيء يعني كومي قشري، لا ما في. هذه اذا كانت مسكينه فقيره شلون قاعد نشوف بين فتره وفتره، انا اقول هذه مسكينه ما عندها اهل ما عندها ظهر ما عندها يعني تبي تعيش على قولتهم تبي تاكل عيش وعشان الريال. لكن الحين بالزمن هذا مستحيل الا بالطيب، يعني حبيبتي قوم اللي تعورني. بس في عنف اسري ولا ما في؟ في في عنف اسري اي لا في عنف اسري في ايش دعوه بالكويت اي مو هذا هو اللي قاعد نقوله، انه في بالواقع ولا لا في بالواقع انا قاعد اقول لك بس مو مثل اول، يعني اول اصلا يعني ما يحتاج الريال يتكلم، بس هي البيت تجي للمرأة مسكينة واجب بيكون روتين تسطل وتغسل ريد تنظف ريلها شاه بندر ويا ويهك على شنو؟ لا موجود الحشارة موجودة يعني يسمونها الأولين فلان حشر صح أو فلان وايد حافظ وايد متشدد، موجود هذا في كل مكان وفي كل زمان، ما له علاقة يعني بالكويت أو خارج الكويت. قبل مرة خلاص تطلع من بيت أبوها وأصلا هذا ريلج لو ما صوت ما نجله بيت ريلج. زين الحين وايد من نجوم الفن قاموا يتجهون لعمل واحد في رمضان، فهل مع ولا ضد هذا الموضوع وليش؟ هل سؤال لكم والله حاجة. انا لا تدخليني بسكه لان انا في قلبي تفضل دكتور لا شوف انا مبدا رمضان يعني يمكن انا اغلب الاعمال اللي الحمد لله صار عليها ريت عالي ومشاهده وكذا كانت برا رمضان. فأنا ما أحب أن تكون الدراما محصورة في موسم صح. اللي هو رمضان، حلو أنه يصير على مدار العام في إنتاج في حركة خاصة عندنا يعني في الكويت صحيح. يمكن إحنا إنتاجنا يعني بالمنطقة هو الأول يعتبر صحيح. فلو توزعت هالأعمال راح تلقى يعني أول شيء راح يصير عليها مشاهدة ومتابعة، خاصة أن مثل ما بديت الحلقة أن الدراما الكويتية اليوم
يعني في قاعده كبيره لها تنتظرها بالضبط على مستوى عربي بصراحه. طبعا وعلى المستوى العربي يعني صحيح. اليوم احنا يمكن انا يراسلوني حتى من دول يعني بعيده عن الخليج. نعم. ويتابعون مسلسلاتنا ويشوفون المغرب العربي بالمغرب العربي صحيح. وغيرها صحيح. فموضوع رمضان وموضوع ان لازم مسلسل واحد وشرط في رمضان احيانا اعمال بصراحه تنظل يظلمها الموسم صحيح. والسباق هذا اللي كثره الاعمال ممكن انها تاثر فيه طبعا يعني صحيح. الواحد شي يلحق يشوف. انا ما احب حق رمضان صراحه مثل ما قال انا مع الدكتور. وثاني شيء انت ما تدري تشتغل عمل عملين المنتج ما يقول لك ترى العمل هذا حق رمضان الا انت تلاحظ من نفسك يعني في بعض الاعمال تبين من القصة من الإخراج من الإنتاج اللي يندفع تقول هذا أكيد حق رمضان تخمن لكن بعض الأحيان ما تدري أنت. فالمنتج يشتغل عمل عملين بالسنة ولا ثلاث أعمال فموسم رمضان يقدم على يقدم على مثل قنوات أخذوا حق رمضان أخذوا ما أخذوا موجود على السيسمة. هو بعد ما أقطع كلامك بالخير أول كانوا يشتغلون حق رمضان أشياء خاصة يعني اللي بعد الفطور صح إذا تذكرون أي والله هذا صح. كان يعني مرسوم حق رمضان صح فهذا موضوع ثاني أكيد إيه. موضوع ثاني صح. إنك تخلق أجواء حق العائلة أكيد عمل يكون مخصص في رمضان إيه. اللي يسمونه يعني إنه تجتمع عليه العائلة صحيح. في رمضان ويتابعونه في ترقوب وفي إيه. إثارة عدل. كل يوم حلقة الجاية وننتظر اليوم ما عاد هالشيء يعني صح. موجود وما لا لا وبعدين اليوم يعني مثلا انا سمعت اليوم من البنات عندي بالبيت يقولون شاهد قناة شاهد تقدر تدفع وتشوف الحلقة مسبق تشوفها قبل ما تعرض فهذا موضوع رمضان وموضوع ان الموسم انه يكون محصور بس في شهر واحد وتخيله يعني احنا يوصل انتاجنا 35 36 بالسنه صح صحيح. فاذا بتحطينهم كلهم بشهر بس الكويت صح بالضبط فممكن يعني ان هي تتاثر بشكل كبير غير الافلام غير عفوا الانتاج صحيح. اللي هو من جمهوريه مصر سوريا المسلسلات نعم. السوريه المسلسلات الخليجيه الكل يتابع اعتقد كل البيوت بصراحه تنطر يعني يمكن ليش المرتبطه بعض الاعمال في شهر رمضان لان الناس اساسا تكون قاعده وناطره يعني بعد قبل الفطور بعد الفطور اللمه بس هذه ابو عزيز لا انا ما راح اطوف سالفه الفنانين اللي اكثر من عمل في نقطه قالها استاذ دكتور حلوه انه قبل عمل عملين يجتمعون عليه العائله عدل. الحين لا الحين شوف كل واحد قاعد بداره تلفزيون والريموت بيده لا نبي العمل اللي كنا نقعد كلنا على السفره ونشوفه بعد الفطور ماكو يا دوب بعد الاعلام اللي هو كان من انتاج قبل وزاره الاعلام كانت مثلا تلفزيون الكويت تلفزيون الكويت كانوا ينتجون مسلسلات اللي مثلا ابريق المكسور نعم. مدينه الرياح الشاطره حسن الاعمال اللي كانت ومن بعدها بلشت ايضا فوازير اي الفوازير احنا كلنا نقعد امور كثيره بعد صلاه المغرب بعد الفطور نقعد نطالعها الحين ما شاء الله وايد اعمال اللي الكل حتى اصلا على ما يجتمعون على مسلسل واحد حتى كل واحد يبي يشوف كل واحد بالاراء يقول لك لا هذا احسن بنت تقول لك هذا احلى هذا احلى فاهمه شنو اقصد كذي كل واحد له راي ارجع حق سؤالك نرجع حق الفنانين اللي متواجدين في رمضان في اكثر من عمل تلقاه تشوفه هني فجاه في العمل تراثي هني فجاه في عمل يكون دوره رومانسي فجاه هني انا جاوبتش بس لا ما جاوبت جاوبتش بس بصوره لا قلت قلبي متروس وبس مو قلبي يعني انت مع ولا ضد هذا الشيء اول شيء مع أو ضد انا جاوب عنه لا لا مع او ضد انا مع اذا ما في تكرار للشخصيه هم صح هم هذا وحده ما برجع لك ما شيء مع ان مثلا انا اشتغل عمل ايه شو اللي يخليني اشتغل عمل ثاني مثلا لو يصير مثلا انتاجنا قوي تعال مثلا انا اعطيك الحين مسلسلات مثل المصريه اخوان المصريين يطلع له بالسنه عمل عملين بالكثير عمل واحد نعم لانه قاعد ياخذ مبلغ وقدره كممثل اتكلم مو منتج صحيح. فيقول لك ليش اشتغل انا بعد عملين وثلاث مو محتاج فالماده هي اللي مثلا تحكم انت تشتغل مثلا عمل تاخذ هالكثر عملي وراء هالكثر هم يعني هم مثل ما يقول اكل عيش يعني صحيح. هم الواحد مو حاط له مثلا بزنس ثاني على الله وعلى مثلا هذا التمثيل اعطونا صحيح ما نشتغل وثاني شيء برا لما يسوون عمل واحد وايد ممثلين احنا ترى لو تعدينهم على اصابع ماكو ترى يمكن 40 ممثل كنجوم ايه كفايه يشتغلون العالم نعم ما احب هالكلمه هذه النجوم ليش
لان ممكن انا ما ادري انا كمشاهد وجهه والله نظري ما كلمة نجم ان النجم هو قدره بالعكس النجم هو اللي يدخل البيت برحابه او الناس تحب تشوف اعماله في وايد عندنا اليوم ممثلين صح. بس مو كلهم نستلطفهم مو كلهم يقنعونا مو كلهم ممكن احنا نتابعهم صح في اللي يحط بصمه هو النجم مو في مو بس بالسنين يعني انا وجهه نظري كمشاهد يعني انا النجم اللي اقول حق الشخص مثلا هذا نجم اللي يكون معروف ما نقول اوروبا عدل بالوطن العربي لما ينزل ليكون موجود باكثر من مكان بينزل اي مطار بالعالم اهلا يا فنان تفضل يعني يعرفونه كفنان لكن يسوي لي مسلسلين ولا ثلاث مسلسلين ولا طلعت واحده تسوي لي مسلسلين ثلاث ثاني يوم ما تسلم عليك انا نجمه لا يا حبيبتي هذه اخلاقيات فنان بالنهايه لا لا في ناس تاريخ في ناس اقدم منك في ناس مدرسين معلمين درسوا يعرفون الفن شنو اساسيات نعم. مو انت ياتي ولا انت ياتي صار لك مسلسلين قلت انا نجم واحط سعر اللي ابي واحط اسمي فوق الشخص اللي ابي والمنتجين مع الاسف خلي فتحتي لنا موضوع انت موضوع هو والله انا ودي انك تكون مرتاح خلنا اقولها بحري والمنتجين يطيعونهم الحين يقول لك اللي عنده اكثر فلاورز هو اللي بحط اسمه او اول واحد يعني ليش بس بقول لك شيء ابو عزيز بصراحه يعني الشمس ما تتغطى من خل مثل ما يقولون سواء كان عندهم فولورز ولا لا بالنهايه احنا بنشوف العمل ما نشوفه بصراحه على هذه عندها فولورز وايد ولا هذا عنده فولورز وايد ولا غيره صح. احنا نشوف اداء الفنانين الحين صار حتى المشاهد ترى يركز في الاداء اقنعه ولا لا ولا في احد يبكي كذي او في احد ممكن انه يسوي صح. بهذه الطريقه يعني انتقد الحين الناس خلاص ما تقدر ان انت تكون معاهم الجمهور الكويتي صعب بالضبط يذوق ويعرف الاخطاء كلها حتى يدور الزله يعرف الراكور خطا ويعرف ترى الكلمه هذه بدليات مثلا في مسلسلات التراثيه عدل لا تبت تلاحظين ليهني حكي بدليات صح. فهما ما شاء الله جمهورنا بالكويت والخليج ترى ذويق يعني صحيح هو اللي صعد الفنان لو كان في البدايه اي انا ما ابي اصعد والله ما ابي ادش معك ما لنا خلق مشاكل دكتور يمكن العام شفناك في مع يعني دوتو حلو مع ابو حسين الفنان داود حسين الله يمسيه بالخير في موضي صح توقعنا بصراحه ان احنا نشوفك دوتو مره ثانيه هالسنه خصوصا العام صراحه نجح هالدوتو وايد نجح الحمد لله الحين تعمد انا وياها هالسنه حاسدتنا لا يعني ثلاثتكم ايش رايك وعزيز والله شوفه يعني الشغل العام مع ابو حسين كان متعه صراحه وايد يلا السلام عليكم لا لا لا, لا. سالتني على العالم اوكي الغيره شوف الغيره هذه الغيره شرف لي اشتغل وياه والله حبيبي اي والله عليك زود ومثل ما قلت يعني كان في دوت وكان يعني هو بالاخير النص الماده هي الورق هو اللي يجمعنا يعني. صح ان شاء الله يعني يصير في تعاون ليش لا بالمستقبل ان شاء الله ان شاء الله السنه طبعا يعني احنا يعني هم في العمل هذا في كاست وايد حلو بصراحة صحيح. يعني مبدر هبة دري محمد صفر نور الشيخ نور. خالد الشاعر محمد العجيمي غرور محمد العجيمي زهرة عرفات ناصر كرماني الأستاذة زهرة عرفات فنوجه لهم كلهم تحية يعني كانوا بصراحة يعني كاست يمكن أنا الكلام هذا كنت أقوله باللوكيشن أنا أغلبهم أول مرة مثل وياه أغلبهم أول مرة اجتمع معه لكن كان حتى فيها التوليفة ترى التوليفة كانت بكل جديدة التوليفة فيها هارموني فيها انسجام كان مو طبيعي ونشكر هني الأستاذ رزاق اللي جمعنا على هالنص والأستاذة سحاب الكاتبة عدل. وحسين الحليبي اللي أبدع صراحة والله والنعم فيه والله خليفة الحداد اللي يعني صورته اليوم وايد مميزة بصراحة عدل. سواء الإضاءة أو اللون اللي على الشاشة قاعد يطلع والفرق ما بين الحقبتين صحيح فكلهم ما بينسى أحد حتى شباب الإنتاج أبو علي حسن وساهر وأركان نعم. المدير الفني فكان يعني كان جروب بصراحة عنده شو نقول عنده تارجت إنه يطلع عمل نعم. وفي لوكيشن مريح أي نعم. صراحة وفي لوكيشن مو مريح في لوكيشن دش انت شايف باللي مو مريح تتكلم عن مريح شو بقول لك شيء لا لا انا قلت دبر والدولة في اشياء في لوكيشن مريح يعني تدشي انت حتى لو قبل مثلا موعد بساعتين تروح مريح يكون الاشخاص في لوكيشن لا ولا قتيل
تقول خلصوني بمشي. بعزيز اللي بجبدك اليوم راح تطلعه. لا لا ما طلعت شيء. لا رمضان وما الحق محكور صار له شهرين. اي وبعد مع الاوضاع هذه لا بالعكس والنعم كلهم بس احنا نشوف بعض الملاحظات البسيطه الفرق يعني بين هاللوكيشن الناس ما تدري غير تعرف صح لان الفنان يعني يكرف من الصبح للليل انتقاده كله بناء انتقاده كله لصالح العام طبعا زين ابو عزيز عندنا لك تقرير وبنرجع يلا الله يستر إشهاب حاجية في المسرح سنيد. سنيد بارع كان سند لوايد نجوم جمال الردهان عبد الرحمن العقل طارق العلي في مسرحياته. إذا بغيت أحد يفرش لك فهذا دور إشهاب حاجية في المسرح يركب عليه كل الكاركترات البدوي العيمي وغيره وغيره. حرص إشهاب حاجية في المسرح على التنوع في أدواره والمشاركة في أكثر من مدرسة فنية مسرحية. صحيح بداية صعوده كانت على خشبة المسرح توجت بمشاركة في مسرحيات طارق العلي لكن أيضا حب يستفيد من مدرسة عبد العزيز المسلم في المسرح. عن مسرح طارق العلي شهاب حاجية تميز وأبدع في شخصياته وحواراته. فوق خشبة المسرح الكل يصفق له وليقد قطة الكل يضحك له. تربط علاقة وطيدة في مسرح طارق العلي اللي كان له دور في صعود شهاب حاجية للمرة الأولى على خشبة المسرح. وما ننكر أن شهاب حاجية لولا وجود موهبة التمثيل بداخله لما برع وتميز في مجال التمثيل. سؤالي اليوم إذا قال شهاب حاجية خريج مسرح فروقي راح يزعل؟ هذا سؤالي وانتظر منك يا شهاب الإجابة. يلا جوابك. يشرفني والله. حلو. ما أزعل يشرفني. في ناس وايد تضايق من هذه اللي قولتهم الجملة والمقولة. أنا ما أضايق بالعكس أنا أتشرف أن أنا أكون خريج الدكتور طارق العلي. نعم والله العظيم مو مجاملة ولا أبي منه شيء ولا أبي منه شيء. نعم فيه أبو محمد والله العظيم أتكلم لأن الشخص هذا تعلمت منه بالمسرح أشياء يعني في ناس يمكن صار لهم سنين يدرسون يمثلون ما تعلموها أنا تعلمتها من أبو محمد كل شيء نعم. إيه والله لا. إنزين شنو الأقرب لك المسرح ولا التلفزيون بما أن آخر مسرحية توقع البيدار؟ لا ما مثل في الدكتور البيدار. لا كان الدكتور اللي بالبيدار. ايه. أنت آخر مسرحية كانت مع طارق العلي كانت. آخر مسرحية العام كانت. اللي بعد بس نفس. مو مع أبو محمد لا كانت مسرحية إنتاج الفنان عبد الرحمن العقل. اللي هي رحله بدينار ونص اي انا هذه ما تابعتها السمو لا انا ما شفتها. انا ابو محمد اقطع لنا موسمين أي. ارجع له مره ثانيه زين شنو الاقرب لك المسرح ولا التلفزيون المسرح اقرب اي والله تحس انك تطلع طاقتك لها كل يومين ثلاث قاعد اروح المسرح الظهر الحين هالايام هذه شو تسوي تروح بس اروح اطالع ابو محمد قاعد استاذ عيسى العلوي ادش على المسرح على الخشبه اطالع الكراسي اتذكر احب المسرح إذن بما أن طرينا البيدار دكتور يعني من بعدها ما تفكر تدش المسرح مرة ثانية ولا عندك مثلا اشتراطات معينة لدخول أو قبول نص المسرحي هو أنا حتى بالدراما التلفزيون أنا النوع اللي أقرأ بصراحة يعني هي مو اشتراطات أنا أسميها أصول نعم يعني إذا ألقى نفسي والكاركتر مثل ما قلنا مساء يستفزني وأحس أن أنا قادر أسوي فيه شيء يعني أنا أستمتع فيه أول شيء كورق ولا ما راح أجدم يعني على الشغل صحيح. البيدار قبلها يمكن اشتغلت مع يوسف الحشاش بعد مسرحية اشتغلناها حق المهرجان المحلي يمكن أنا وايد مع المسرح الأكاديمي أقرب بحكم شغلي وتخصصي لكن لما انعرض علي بندر السعيد الله يذكره بالخير مسرحية البيدار من بطولة أبو بدر الفنان الكبير سعد الفري وكان معانا مجموعة يعني كبيرة من الفنانين نعم. وصراحة نص مكتوب بشكل حلو ويتكلم أيضا عن حقبة الأربعينيات ونشوء الأحزاب في الكويت وأول البعثات الدراسية اللي أول ما طلعت راحت مصر وكذا ورجعوا بأفكار اللي هي الأحزاب فكان نعم. نص وايد حلو وفي عميق يعني ظرافة وفي عمق طبعا وايد فهي مثل ما تفضلتي مو يعني ما نبي نسميها شروط كثر ما هي أصول وأمور فنية يعني أنا أحسها يعني مستوى معين تبي أن أنت تكون يعني إيه متواجد يعني إذا ما يكون في ليفل أو كواليتي معين نعم. ماني مضطر صراحة
يعني اني اشتغل شغل وبالاخير اقول انا ندمت لاني شاركت في التجربه الفلانيه. صح ماني مضطر ليش؟ طبعا اكيد صحيح. وعزيز اعتقد انت كان المفروض ان في العيد يكون معك مسرحيه مع ابو محمد. صحيح اي مع ابو محمد. خلاص كنسلت الحين ان شاء الله. ما تأجلت. سوينا بروبات احنا قراءه وشيء بسيط يعني، لكن لا ان شاء الله تخلص الازمه هذه ان شاء الله ترجع الامور كلها والحياه تصير وايد حلوه. معنا مسوين الديكور وخالص وكل شيء بس خيره. أي الخيره ان شاء الله. الله ينعل الكورونا. اي والله خيره. الله ان شاء الله يحفظنا ويحفظكم ونورتونا اليوم. يا هلا مرحبا فيكم، وان شاء الله نشوف الاحداث اللي خاشينها عنا يعني بالمسلسل اكيد، من خلال ايضا كلامكم في تشويق ان احنا نكمل باقي الحلقات مع هالزخم وهال ما شاء الله المسلسلات اللي ورا بعض. ما ندري شو طبعاً هو المسلسل خلي. مثل حاله الاقلاع مالت الطياره يعني. صح. الحلقات الاولى هي تعريف بالشخصيات. صح. صحيح. بالاجواء يعني نبي نصبر شوي لان 30 حلقه مو مثل الفيلم، مقاييس وايد تختلف. صح تحتاج تاخذها طبعا. نبي منكم كلمه اخيره تختمون فيها لقائنا معاكم في ظل هذه الاجواء. كلمه اخيره، كل الشكر اول شيء لابونا واميرنا صاحب السمو الشيخ صباح احمد جابر الصباح على الاشياء اللي قاعد يسويها اللي خلى المواطن الكويتي امير. صحيح الصراحه. صحيح. كل الشكر لك يا ابو ناصر، والله يعطيك الصحه والعافيه. امين يا رب. ويطول ان شاء الله بعمرك وخليك تاج على راسنا. آمين. والشكر الموصول الثاني حق وزاره الداخليه، وزاره الصحه، التجاره، جميع الوزارات وجميع الوزراء العاملين من الصبح لي بالليل هادين بيتهم وعيالهم على الانجاز اللي قاعد يسوونه. والشباب الكويتي المتطوعين اللي موجودين من الصف الامامي والموجودين من الصف الثاني، الكويت تستاهل. صحيح. اللي قاعد تسوونه شويه بحق الكويت. طبعاً. الكويت تستاهل اكثر من كذي. خلونا طبعاً. مره ثانيه نعيد الكويت مثل ما كانت بالقبل ونحافظ عليها ان شاء الله. وقعدوا بالبيت عشان الكويت، وانتم مشكورين ما قصرتوا على هاللقاء الجميل اللي ما شاء الله طار بسرعه. اي والله ما شاء الله عليكم. الله يسلمك. الله يحفظكم ان شاء الله. يعني انا اذا بضيف على اخوي شهاب طبعا كل الشكر والتقدير وال يعني يمكن الكلمات ما تسعفنا اللي نتقدم فيها لمقام صاحب السمو، والى كل الناس اللي اليوم يعني يشتغلون سواء في الصفوف الاماميه وغيرهم. لكن اللي بضيفه انا ان اليوم حلو ناخذ الاشياء الايجابيه لما بعد كورونا، لان هذا محك وهذا درس اليوم احنا مرينا فيه، فاكيد راح نطلع منه بافكار. نطلع اول شيء مو من بيوتنا، لازم نطلع من افكارنا اللي ما كانت يعني مهمه او ما كانت مفيده، على اساس نروح حق الكويت برؤى جديده بفكر جديد. ولازم نكون كلنا بالصفوف الاماميه طبعا، كلنا لازم نكون بالصفوف الأمامية ما بعد كورونا الحالية، لأن التحدي أنا من وجهة نظري وهو ما بعد كورونا الحالية. بعد ما شفنا وين 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 في أماكن، ما نبي نتكلم يعني، بس في أماكن فيها خلل، في أماكن تحتاج أن كل واحد فينا، كل فرد، كل مواطن. يعني اليوم الكويت احتوت حتى الزائر، مو بس المقيم، الزائر والمقيم والمواطن. صحيح. فالكويت تستاهل اني احط نفسي بالمستقبل في الصف الاول. صحيح. كل شكر لكم على وجودكم اليوم معانا، ومبارك عليكم الشهر وتقبل الله طاعتكم. في نكته بسيطه من اطياب الديوان يعطيهم الف عافيه على هذه النكته. دائما في رمضان الطيب والبخور هو احلى نكته ممكن انت تقدمها. صح. لاي شخص غالي. بعز نروح ولا ما نروح؟ بالتباعد نسلمها ان شاء الله. نورتونا اليوم وشرفتونا، وعسى الله يحفظ الكويت يا رب. امين يا رب. شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعه، وان شاء الله انكم استمتعتوا معنا بهالليله. تفضل تامر قول. اشكر الجندي المجهول مدير القناه هذه، مدير التنفيذي السيد احمد الفضلي، اقول له كلمه واحده ودزيتها له مسج: انت فخر وانا افتخر فيك. يستاهل ابو حمد. وكل سنه صراحه تعودنا يعني ان يعني هالاهتمام وسياسه القناه وتطورها، النقله اللي سواها بالذات يعني في مجال الدراما وكذا،
شيء يعني يشكر عليه صراحة. والشباب ذول احد يزعل كلكم على راسي، كل الشباب اللي نمو اللي ما خلى برنامج ما صار مخرج محمد عز اي الله يعطي العافيه مشكورين الله يعطيك العافيه. شكرا لك، شكرا لحسن المتابعه، نشوفكم ان شاء الله باكر في امان الله. تصبحون على خير.